وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون الشباب في المجلس، أكد أن السلطة التشريعية تعزز قدرات الشباب من خلال التشريعات. دورنا في السلطة التشريعية ومجلس الشورى يتعلق بجانبين مهمين، أحدهما سن التشريعات والقوانين بما يضمن إتاحة الفرص للشباب سواء فرص العمل أو التدريب أو في مجال الرياضي أو الخدماتي. أما المجال الثاني التي تعمل عليه فهو ضمان توفير الميزانيات والاعتمادات الكثيرة تحقيق آمال وتطلعات الشباب، وخاصة فيما يتعلق بدعم المبادرات التعليمية والخدماتي ودمج الشباب في سوق العمل. وإن شاء الله نأمل أن تكون هناك في الفترة المقبلة مزيد من القضايا الشبابية أمام السلطة التشريعية للنظر فيه والمساهمة إلى جانب السلطة التنفيذية في إيجاد الحلول المناسبة لها.